فينتج من ذلك عن ذلك انقباض الليفة العضلية، فتتقارب خطوط زيت من بعضها أثناء الانقباض، وهكذا تنقبض العضلة. الروابط المستعرضة هي خيوط يتم تكوينها بمساعدة أيونات الكالسيوم، تمتد من خيوط الميوسين لكي تتصل بخيوط الإكتين. تلخيص ما سبق، يقل طول المنطقة المضيئة نتيجة تقارب خيوط الإكتين من بعضها البعض، ويقل أو ينعدم طول المنطقة شبه المضيئة حسب قوة الانقباض، ويبقى طول المنطقة الداكنة كما هو، ويقل طول القطعة العضلية الساركومير نتيجة تقارب خطوط زد من بعضها. في حالة الانبساط اللي هو زوال المنبه، تبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الإكتين فتنبسط العضلة، وذلك عن طريق استهلاك العضلة لجزء من الطاقة المخزنة في جزيئات الـ ATP لفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الإكتين. وتتباعد خيوط زد برضو عن بعضها، فتعود القطع العضلية إلى طولها الأساسي. بعد كده طولها الأساسي مما سبق يتضح أن عملية اتصال الروابط المستعرضة بخيوط الإكتين أثناء الانقباض في عملية انفصالها عن خيوط الإكتين عند الانبساط تحتاج إلى الطاقة المخزنة في جزيئات أو المخزنة في جزيئات الـ ATP. مقارنة بناء على نظرية الخيوط المنزلقة التالية. المقارنة، أول حاجة إن الليفة العضلية في حالة الانقباض تتصل الروابط المستعرضة بخيوط الإكتين ثم تسحبها باتجاه بعضها لبعض فتنقبض العضلة. هنا في الليفة العضلية في حالة الانبساط تبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الإكتين فتنفصل خيوط الإكتين أو الإكتين عن خيوط الميوسين وتنبسط العضلة. طيب هنا تتقارب خطوط زد من بعضها فيقل طول العضلة هنا في الانقباض. في الانبساط تتباعد خطوط زد عن بعضها فتعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي. برضو في الانقباض تحتاج إلى الطاقة المخزنة في جزيئات الـ ATP وهنا في تحتاج إلى الطاقة المخزنة في جزيئات ATP برضو. قصور نظرية الخيوط المنزلقة، القصور المنزلقة طبعا لأن هي مفسرتش العضلات الغير مخططة، فحنقول فسرت انقباض العضلات الهيكلية المخططة ولكنها لم تستطع تفسير آلية ولكنها لم تستطع تفسير آلية انقباض العضلات الملساء، رغم أن في بعض التقارير العلمية تشير إلى أن الخيوط البروتينية في ألياف العضلات الملساء تتكون من نوع من البروتينات يشبه إلى حد كبير خيوط الإكتين في العضلات الهيكلية. الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية، والهدف من دراسة الوحدة الحركية التعرف على المظاهر الميكانيكية لعملية الانقباض العضلي، لأن انقباض العضلات ما هو إلا محصلة انقباض جميع الوحدات الحركية المكونة للعضلة. تركيب الوحدة الحركية، تتكون الوحدة الحركية من مجموعة من الألياف العضلية والخلية العصبية التي تغذيها، حيث إنه عند دخول الليف العصبي الحركي إلى العضلة يتفرع إلى عدد كبير من الفروع العصبية العضلة، وكل ليف عصبي حركي يغذي عدد يتراوح ما بين 5 إلى 100 من الألياف العضلية، وذلك يعرف بالوصلة العصبية التي يتصل واحد منها بالصفائح النهائية الحركية للليفة العضلية في موضع يعرف بالوصلة العصبية العضلية. الوصلة العصبية العضلية هي التشابك العصبي العضلي، وهو موضوع أو مكان اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حركي لخلية عصبية بالصفيحة النهائية الحركية للليفة العضلية.
الخلاصة، الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هي الليفة العضلية، والوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية هي الوحدة الحركية، وأصغر وحدة انقباض هي القطعة العضلية. هنتكلم بعد كده على انقباض إجهاد العضلة. احنا هنا هنبص على حاجة، أول حاجة الوحدة الحركية اللي هو المنظر ده. الوحدة الحركية هو ايه؟ المنظر ده، الوحدة الحركية بالمنظر ده، فده العصب الوحدة، ودول الألياف العضلية اللي هي بالأسود، فهو بينتشر بيتفرع الليف العصبي الحركي، بيتفرع على نهاية الايه، بيعمل في نهاياته تتصل كلها بألياف عضلية عشان ايه، يبلغ او السيالات توصل للعضلات. وطبعا هنا خدنا دي في الانقباض، ودي في الانبساط، ودي قبل التأثير، ودي بعد التأثير، خدناهم الحاجتين دول. إلى هنا هنكمل.